Ja, la. Bon. Ja. Hello everyone, مرحبا جميعا. Welcome back to my channel. بهيدا الفيديو رح يشاركنا ضيف مميز كتير يلي هو هلو خي كيفن، خي صغير هو بس اسم الله عليه طويل اطول مني بكتير يعني، فانا مثل كأنه سيستر صغيرة له. هلا بهيدا الفيديو رح جرب حظ الخي برودكتس بتستعملها البنات عادة، فخلينا نشوف شو رح يعرف منهم. اوكي، اول برودكت شو برأيك؟ هيدا برودكت البنات؟ ايه شكله مثل سلايم. مثل سلايم؟ لا بس هو جامد. مثل الحجرة. مثل الحجرة؟ مثل الحجرة بيجي. الحجرة البنات؟ ايه شي للراس؟ لا مش للراس. لا نو واي. هنا برودكت بلد؟ ما عندي شو ولا فكرة شو هو. اوكي، هيدا اسمه جواشا ستون. جواشا؟ اوكي، اذا بتلاحظ هون في له هيدا الشكل، بتحمله بهيدا الشكل بيجي هون بتعمل فيه هيك. الجولاين. مش بس كرمال الجولاين، كرمال فوق كمان وكرمال الصنديحة يعني فوق، فهيدا بيساعد كرمالي يزيد السيركيليشن البلود فلو كرمال الوجه. فبيساعد كمان مثل ما قلت انه بيحد من التجاعيد. حلو، بس اول شيء الواحد لازم يحط كريم وكل شيء ويرجع بعدين يعمل عليه. يلا نكست. هيدي اوكي، هفكرها عصارت حامض اول شيء بس شايفها. اوكي هشو ولا صار اوكي. شو رايك؟ بتجي كمان بكذا لون يعني للفيس؟ ما ضروري هيدا اللون. لا مش للفيس. لا شيل تحت البال. شو؟ لا مش تحت البال. لا مش تحت البال. تسكراب شغله؟ لا لا. مان اوكي مصاب ابدا. اذا مش للوجه مش للشعر؟ لا مش للشعر. مش للاجرين؟ لا مش للاجرين. هي بتجي هيك صغيره هيك حجم صغير. اوكي اوكي. شو؟ نو واي اعرفها هيدي سيس. اوكي، هيدي بس الوحده تروح كرمال تعمل ضفيره فيرني او شيء. هل الضفير؟ هي بيعبوها مي وبتحط ايدها هيك البنت بس مثل كانه بتنقع ايديها فيها قبل ما يبلشوا ينطفوا لها ضفيره ويحطوا الفيرني وكل شيء. فهيدا يعني اذا بتشوف هون اوكي تحط ايدك هيك فيها. هلا عم بقشع. ايه متخيلها. اول شيء شايفها عصاره حامض وجوزي كمان فكر عصاره حامض قبل. اوكي يلا نكست. بس هذا بس تيوب؟ لا منو تيوب. منو تيوب؟ بس لسهل عليك، هيدا البارت ايه السيليكون بتجي. سيليكون ايه سيليكون. ايه السيليكون. ليش هون اصلا السيليكون؟ اوه ماي جاد ويت. فوق العين؟ لا مش للعينين. لا تحت العينين هون. لا لا لا. فور نيلز؟ ايه مش للضفيرة. طلع الضفيرة. طلع على عايزة شيء. لا انت لا. اوكي لا ما عرفتها. ما عرفتها؟ لا. اوكي هيدا البارت. ايه. اوكي. حطوا عليه برني. اوكي. وبتجيب هيدا بتقلب السيليكون على الضفر. تتعمل اخر شيء فرنش. يلا نكست. اوكي هيدا. هذا لما يفوتوا بالنخير؟ لا مش بالنخير. او ماي جاد. لايك بس لا يا تحت الضفير. لا مش تحت الضفير بس شيء له خصة بالضفير. اجرين؟ لا 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 الضفير ايدين مش اجرين. اوكي 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 ضفير الاجرين صرنا. لا شو مين مراوسك؟ ايه ما اكزاكتلي بيجي كذا سايز، واحد هيك ارفع واحد اضخم. شوف
ايه يعني اذا مش تفرضيه يعني شو يعني شو راح يفيدنا غير اوكي هيدا لا لا سياحي هيدا كرمال النيل ارت في مره شفتهم عم يعملوا مثل ورده بيقدروا يعملوا ورده بهودي صح والله نقطة مثلا فيك تجي بتغطسها بالفيرني وبتعمل نقطة حسب قديه بدك حجمها يعني اوكي نكس هلا هيدي اوكي لا لا هيدي هينة هيدي هينة تعرفها؟ هل الوجه بيستعملوها الوجه الناس حاضرين ايفوريا اكيد رح تعرفوها من مشهد ماني حضرته بدك تحضر ايفوريا بعتقد كاسي بتستعملها ايه يس يس بس اكيد ما بعرف انا رح ما اعرف الاسامي صار بس بعرف بيستعملوها كرمال شو مثلا؟ اول شيء التجاعيد هيدا اوكي فيك تسميها في اوقات بيستعملوها في اوقات بيستعملوها بس لمساج اوكي وش كمان بيستعملوها يمكن قبل الميك اب لا هيدي بيستعملوها كرمال السكين كير يعني بس تحط البرودكت ايه برودكت سوري ايه تتشرب ال يس بشرة الوجه منيح صحيح إيه. بس كيف طريقة استعمالها وليه هون مثلا هيدي انه هاي البارت اصغر وديك اكبر انا فكرت ديزاين هذا صح لا هي ما له ديزاين لا استعمال هيدي مثل هون ايه بس كيف وهيدا مش المطارح الصغيرة مثل نخيرك هون مش ما فيك هلا ما بيعملوا على المنخار دغري بيعملوا مثل هون اندر اي هاي صغيرة وهديك مثلا كرمال الوجه ايه الوجه المطارح لك معينة لما تأذي حالك زي الكبير وهي صح والله صرنا اول وحدة بدك تطلع لفوق عروي تكرمال تشد الوجه ايه وليفوت البرودكتس بالبشرة ايوه برو مطاش هلا هيدا هيدا صعب شوي عليه ويت هيدا بلاستيك او هون هالتوب تبعه مو بلاستيك لايك ذس او لايك شرايط هلا في منهم بيجوا بلاستيك بزون ومنهم بيجوا مثل ما بعرف شو بس مثل الحديد شكله مثل مستحي اقولها شو You know what? لازم تعرف فيه بس You know what? Like شو؟ ايه Yeah طيب شو؟ هذا بيحطوها like انسان ايه كرمال شو؟ I don't think منو pregnancy اكيد right؟ بلا بلا؟ Related to pregnancy والله ما هيك ما شكله توقعتك تعرفه ابدا ما هيك شكله واضح ايه بس في ناس ما بيعرفوه بس هيك علمونا اياه بالمدرسه ذس لا لا برافو بس ايه شو وظيفته؟ تو كلين لا 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 هيدا بظن اسمه اي يو دي هيدا هيدا صح مثل ما انت قلت قبل انه بيحطوه من جوا بس عند يعني عند جينيكولوج مش انه اي يعني اي مثلا اي مرة بتقدر تحطه هي لا بدك تروح عند حدا اخصائي حدا حكيم هيدا بحطوه كرمال انه تمنع الحبر بدل ما تاخذ بيلز لانه في كذا نوع ابورشن بيلز لا 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 مش انه يعني ما بتكون وحده اوريدي انسانت تو بريفنت اتس لايك ا كوم تو بريفنت ايه بدل ما يستعملوا ايه صح It's like a condom, بدل ما يستعملوا بس في طريقه غير هيدا كونتراسبتيف يعني طريقه كونتراسبتيف في غير كمان في مثل يكون شكل مثل اوفال بتحطيه كمان ايه بظن ايه صح اوكي هلا هيدا اوكي هاي انت مستعملتيها كثير انت كل هلا استعملتها اليوم كل ما اقطع حد قطه ماشي بتحطنا على الميك اب هيك اوكي شو هي؟ اوكي على الميك اب اكيد اوكي ايه هيدي كل شيء بتحط مثل البودره يعني اللي بتحطيها وجهك لك ميك اب اكيد هي منا ميك اب بس بتستعمل تكرمال تحط الميك اب ايه اوكي بتعرف شو اسمها؟ سبنج هي سبونج ايه فيك تقول سبونج بس الها اسم بوينتي سبونج؟ لا مش بوينتي سبونج بيوتي بلندر وي ليش بلندر؟
هي اسمها هيك، هي في في شركة اخترعتها بيوتي بلندر سموها. هلا صار في كتير بلندر يعني بلندي بلندي. هي شركة اخترعتها وسمتها هيك، بس هلا صار في كتير منها تقليد. اوكي نايس، بس منيح عرفت تعملها هيدا. هل مش بيكبروا الشفاف؟ وهي كيف عرفتها؟ انا مستعملها مره بحياتي بعرفها. مره امي قلت لها انه شفت شيء دعايه على التلفزيون. مش ما استعملت اوفيشال وان، استعملت حيالله شيء، عملت هيك طلع الشفاف شوي بور. ليش قلت مسخه علي؟ قلت تزبط يعني منيح. اوكي هيدا تنشوف اذا رح يعرفه. وي 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 اوكي، يمكن مش ها هي، بس انا عندي مكنة مساج وفي عندها بوينتي ثينكس بتحطيها لهون بيطلع مثل مساج كرمال الشعر. يا هي صح، هي كرمال الشعر، بس هيدا منه الكترونيك، هيدا بس فيك. ايه احنا عندنا اياها الكترونيك بالبيت. بصير يا وبتستعمل كمان للدندروف. ايه صح هيدا مزبوط، قالوا انه بتصير تخفف القشره اللي بالشعر. مش ما بعتقد بتخفف، بتشيل. بتصير ما بتشيل، بس مش قصه تشيلهم، كل ما تفرك شعرك اضبط بطريقه احسن. هيدي بتساعدك انك تفرك شعرك اكثر. انه ايام بس تستعمل ايديك في مطارح ما بتوصل، لانه خصوصا مثل انت شعرك كثيف يعني، عرفت كيف؟ اوكي فهيدا ايه بتساعدك. نايس والله قدرت تعرفه. نحاوله. يلا نايس هيدا تنشوف شو. ما بستعملها انا، بس في بنات بيستعملوها. هي منا شيء اساسي، انه شيء هيك بتفنطز اكثر يعني. وبنحطه بقلب الاصابع. عم بيصدمني. بس هيدا اللي فوق لشو؟ هون السؤال. ويت، إذا علاقة هيديك اللي قطعت شي السبونج بتحطيها بقلب لا مش السبونج اللي بتحطها، بيعملوا هيك بس لما يشبوا أصابيعهم. مش السبونج اللي بتحطها. اوكي بتحط غير شي تاني، بس شيل الميك اب رايت؟ ما خص الميك اب. لا ليك باودر؟ لا 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 ما خص. اونستلي اي دونت نو. اونستلي اوكي صح، مثل ما اول شيء قلت فيك تحطها هول اثنين بالاصابع بهالشكل. بس من فوق هي البنت هي عم تحط فيرنيه، بدل ما تضل تهدي الفيرنيه. عرفتها شايفها، بتعرف من شايفها. فيك تحط الفيرنيه من فوق، ساعتها فيك تحط هيك وترجع تغطي. yeah. اوكي نكست. ما انا شايفة عندك هيدا. اوكي وي ضفير؟ لا ضفير ايه صح، بس ضفير تنظيفهم. ايه اكزاكتلي. اوكي نايس. كمان هي شايفها مش عندك، شايفها عن امي. انا كمان عندي منها، بس بغير شكل. عندي منها مع شو اسمه ماسكه يعني، طبعا بتجي بكذا شكل. وي على فكره ماسكه. وبتحطها امي وين هيدي؟ عادة باثروم؟ ايه يعني بتستعملها كمان شو؟ انسايد؟ لا شو انسايد شو؟ شو خلص؟ يا هو لا فور ذا فيس؟ لا هيدا بتجي كثير خشنة وكثير قاسية. اجران؟ ايه الاجران كرمال شو بتعمل؟ للإجرام سكراب ده يكون عندك قشر شوية كرمال تحف كعب الإجرام. كعب الإجرام صح، يكون في سكن هيك تحف في يوم يروح. That skin صح. That skin yeah. اوكي next. هيدي كمان منا كتير منا قديمة، هيدا الشعر تقريبا جديد. كيف عارفة؟ ما هو اللي بتحطينه كان انت بصوري. بس بحس بيلقطوا الشعر هيك make it like a bun. لا او هي هيدا نو هيدا بس تكون الوحده
اما حمم شعره ويكون شويه رطب عرفت قبل ما تنام تكرمال ثاني يوم يصير الشعر ويفي هيك عاطي شيب حلو يعني فيها حط هيدا ليك هون بتجي هيك بيكون تنتفرجيك هيك تحط هيك وبتصير بتقلب الشعر عليها هيك 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 وهول اثنين بتربط فيهم هون الشعر بيصيروا اثنين مثل جدول ثاني يعني اوكي هيدا لا هي مانا تامبون ما اسمها تامبون مانا تامبون لا مانا تامبون تامبون بتجي هيك مثل هيك وبحطوها جوا هيدي حماية عن تامبون او بتحطيها قبل التامبون لا هي ما ضروري بوقت الرجل بس لقلك اوكي وي انا مرة شفتها شيء هيك على تيك توك انت وين بتنزلوا لايك ترانسبيرنت ستاف هولالون ايه هولالون ديلي يوز يعني هولي منن بوقت البيريد هولي لانه اكترية النسوان بيصير في عندهم افرازات صحيح. يومية بيستعملوا هيدا اذا كان بيضة بيكون منيح حسب لا عادة بيكون مثلا ابيض يعني ابيض ترانسبيران ابيض ابيض او يمكن شوي على اصفر كل النسوان بيصير عندهم افرازات فهيدا بيستعملوها كل يوم شو عجبتك عرفتيها؟ مش وقت الرجل شو؟ شو عجبتك عرفتيها؟ استغربت عرفتها بس عن جد برافو عليك ثانك يو تيك توك يلا نكست بيستعملوا هالمية مش هذيك المية ايه Is it for like hair? Like... مش شعر لا بس طب الشعر هون شعر جسمي لا كيف هاد؟ شعر بس مش للجسم ايه يعني بلا لا A part of the... لا Is it for him? لا شو خط to have a great mustache لا for the nose شو بتشيل شعري لا مش هيك لا nose hair لا مش nose hair مش بقلب النوز برات النوز عضرة ما بفهم لا مش راح يعرفها ما عرفته ابدا خلص ابدا اوكي هيدا بتستعمله كرمال تحط فالس لاشز اوكي الشعر بس مش اوكي لاحظ شكلها هيك طلقت اللاش فيها وبتحطها هون وبتكبسها ملاحظ كيف هو بيجي بتقدر هيك هلا فهمت قصدك الشعر بس مش للجسم يلا نكست هولي اوكي لا ايزي اكيد شايفهم هولي شايفهم كثير عندي ضلني استعملهم يس Of course for the feet لما يجي ال شو اسمه الإكلادور على فيرني فيرني برافو خلصه يلا خلصه يس يعني طلع لك 9 من أصل 17 وين مش 9 تقريبا سبت غير سبت كمان شو فراح أعتبرها نص طلع له النص وهيك بكون خلصت الفيديو ان شاء الله تكونوا انبسطتوا واذا حابين تشوفوا خيي بفيديو جديد ما لكم غير انه تكتبوا لي بخانة التعليقات واكيد ما تنسوا انه تعملوا سبسكرايب لماي تشانل ولايك على هيدا الفيديو واكيد تابعوني على انستغرام تضلكم اب تو ديت بيومياتي وبشوفكم بالفيديو اللي جاي يلا باي باي سي يو جايز